اهلا وسهلا بيكم، انا المهندسه حنان عواد، وزي زيكم كنت بدور على طرق ازاي احسن علاقاتي مع الاخرين، ازاي اكون قائده ناجحه، ازاي اكون زوجه كويسه، ازاي اكون ام ناجحه، ازاي اواجه مصاعب الحياه، واسئله كتيره قوي قوي قوي، ولقيت الاجابه. بس قبل ما اقول لكم على الاجابه اللي انا لقيتها، يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو اذا عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان نوصل المحتوى ده لكل الناس اللي محتاجه تعرف المعلومات القيمه الثريه اللي انا هكلمكم عنها. الاجابه على كل الاسئله اللي انا قلتها في الاول بتتلخص في ان احنا ننمي ذكائنا العاطفي، وانا اتكلمت على الذكاء العاطفي اكتر من مرة في البرامج التدريبية اللي انا عملتها من خلال الجروب على الفيسبوك حنان عواد كوتشنج، واتكلمت على بالذات الحافز الذاتي وازاي ان هو جزء من منظومة اكبر وهي ما يسمى بالذكاء العاطفي. ويمكن كان عندي اهتمام كبير قوي بدراسة الذكاء العاطفي وتطبيقاته لما كنت بدرس علوم القيادة، وكنت بساعد القادة والمدراء والرؤساء التنفيذيين للشركات ان هم يحسنوا علاقاتهم مع التيمز بتاعتهم، ومش بس كده، كمان حتى في الحياة العامة ان احنا ازاي ننمي علاقاتنا مع الاخرين. وأهمية الذكاء العاطفي ظهرت في عدد كبير قوي من الأبحاث، وجدوا أن الناس اللي فعلا ناجحة ومحققة أهدافها وليها بصمة في الحياة، نجاحها لا يعتمد على ذكائها العادي أو اللي احنا بنقول عليه الآي كيو، لكن بتلاقي عندهم معامل الذكاء العاطفي عالي جدا جدا جدا، ويمكن ده كمان منعكس على مناصبهم، على ترقياتهم، على علاقتهم مع الآخرين، على مدى حب الآخرين ليهم واحترامهم، حتى كمان على رواتبهم. في دراسة من الدراسات اتعملت في أمريكا وجدوا ان تقريبا الناس اللي ذكائها العاطفي عالي بتقبض مرتب ب $1,300 اكتر من الناس اللي ذكائها العاطفي منخفض شوية، رغم ان ممكن يكون ذكائهم العادي او الذكاء المعرفي عالي. يبقى الذكاء العاطفي عامل حاسم في نجاحنا، قدرتنا على مواجهة الصعاب، وقدرتنا على التعامل مع الشخصيات المختلفة. ومش بس كده، الذكاء العاطفي بيأثر على ثقتنا في أنفسنا وتقديرنا لذاتنا. السؤال هنا بقى، طب ازاي انمي ذكائي العاطفي، وهل هو فعلا ممكن انميه؟ الإجابة الكويسة قوي 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 لان الذكاء العاطفي متكون من مجموعة مهارات، فلو مسكت هذه المهارات وابتديت انميها واحدة واحدة، حوصل في النهاية اني بنمي ذكائي العاطفي بشكل عام. مش دي المرة الوحيدة اللي هكلمكم فيها على الذكاء العاطفي، انا ناوية ان شاء الله ان انا اعمل مجموعة فيديوهات بتتناول المهارات اللي تحت الامبريلا الكبيرة او تحت المنظومة الكبيرة اللي هي الذكاء العاطفي، هنمسكهم مهارة مهارة. لكن النهاردة انا عايزة اركز على حاجة مهمة قوي في سبيل ان احنا ننمي ذكائنا العاطفي، وهو ان احنا ننمي الثقة المتبادلة بيننا وبين الآخرين. وبرضو دي مهارة، وده كويس قوي لما بلاقي ان في امر ما بيصنف على انه مهارة، بسعد جدا وبفرح، لان مدام هو مهارة يبقى نقدر ننميها. يبقى هنمسك النهاردة جزئية الثقة، الثقة المتبادلة بيني وبين الآخرين، ازاي ازودها. واحنا محتاجين النقطة دي جدا جدا جدا، لان احنا بنستخدمها في الشغل وفي البيت وفي العلاقات الأسرية، تقريبا بيننا وبين كل الأشخاص اللي بنتعامل معاهم، حتى مع الأطفال الصغيرين. احنا محتاجين ان احنا نكسب ثقة الأولاد دول فينا علشان يسمعوا الكلام، علشان يفهموا الكلام اللي احنا بنقوله لهم، علشان يعملوا الحاجات اللي احنا عايزينهم يعملوها. محتاجين نكسب ثقة مدراءنا، محتاجين نكسب ثقة
الناس الزمايل اللي بنتعامل معاهم، محتاجين نكسب ثقة عيلتنا وأفراد عيلتنا، محتاجين نكسب ثقة أصدقائنا، محتاجين نكسب ثقة شريك الحياة. فهذا المكون من مكونات الذكاء العاطفي مهم جدا جدا جدا. النقطة الأولانية في كسب الثقة هي إن احنا نهتم بالحاجات الصغيرة. العلاقات فيها أمور كبيرة وفيها أمور صغيرة. عادة ما بتبقى الأمور الكبيرة واضحة، يعني مثلا مديري عايزني أعمل اشتغل في المشروع الفلاني، لكن في أمور أصغر ربما نتجاهلها في العلاقة بيننا وبين الآخرين، بس بيكون لها تأثير كبير قوي قوي قوي. فلما أفكر كده إزاي أنمي الثقة بيني وبين شخص ما، أفكر إيه الحاجات الكبيرة اللي في العلاقة بيني وبين هذا الشخص، وإيه الحاجات الصغيرة، وأشوف بقى الحاجات الصغيرة دي هل أنا بهتم بيها ولا ما بهتمش بيها. ولو مش بهتم بيها أبتدي أحطها على جدول أعمالي في إن أنا أهتم بالحاجات الصغيرة. الحاجة التانية كمان اللي يمكن تكون بديهية لكن أحيانا مش بنعرف نعملها هي النزاهة. وكلمة النزاهة ممكن تكون كلمة ضخمة جدا جدا وكبيرة، ان انا مسرقش، ان انا ماخدش حاجة مش من حقي، الكلام ده كله، لكن في حاجات اصغر برضو بتعرف مدى نزاهتنا عند الاخرين وبالتالي بتزود ثقتهم فينا. برضو تاني الحاجات الصغيرة، على سبيل المثال انا ممكن اكون بشتغل كويس قوي وبدي شغلي اللي محتاجه، بطلع ريبورتات كويسة، بطلع تكنيكال وورك كويس، شغل فني كويس، ولكن بتأخر مثلا او ما بجيش في ميعادي او بستغل وقت الشغل في امور خاصة. الحاجات دي بتبقى دليل، يعني ادلة صغيرة كده على افتقاد النزاهة احيانا، وبتؤرق الاخرين وبتقوض العلاقة اللي بيني وبين الاخرين. اني اخد حاجة مش من حقي حتى ولو كانت صغيرة، ممكن اكون بتجنب اني اخد الحاجات الكبيرة، لكن الحاجات الصغيرة مفيش مشكلة. فالامور اللي بتظهر نزاهتي اهتم بيها قوي قوي قوي. النقطة الثالثة بقى هي اللي انا بسميها ان احنا نبطل ندوس على زراير الاخرين. كل واحد فينا عنده كأنه عنده زراير، عنده تريجرز، نقاط معينة لو اتضغط عليه فيها بيتضايق. طيب انا ازاي حثق فيك وانت بتضايقني بالامور دي؟ تعالوا نشوف أمثلة على بعض الأمور الصغيرة اللي ممكن تضايق الآخرين وإحنا نصر إن إحنا ندوس عليها. المثل من الأمثلة إن إحنا نهاجم هويتهم، يعني مثلا الدين، الجنس راجل ولا ست، الطول، العرض، البلد اللي هم جايين منها، المعتقدات اللي بيعتقدوا فيها، الديانة، كل دي أمور بتشكل هوية الشخص. لما بنهاجم هوية الشخص مش هيثق فينا وبالتالي هتتزعزع علاقتنا بيه. فلما نشوف هذا الشخص فيه حاجة مهمة جدا بالنسبة له بيعتبرها جزء من هويته وإن احنا نهاجمه فيها بيتضايق وبيزعل. فنفكر كده، هل الحاجة اللي أنا بنتقدها الشخص اللي قدامي بيعتبرها جزء من هويته، من معتقداته، من الأساسيات المهمة جدا في حياته؟ لو هي فعلا كده اعرف ان الشخص ده وحتى ولو اظهر لك ان الامر عادي بالنسبة له هيفضل من جواه كده في ألم وفي زعل، واهم حاجة انه مش هيثق فيك. المثل التاني برضو هو ان احنا نهاجم حاجة مش هيقدروا يغيروها. في امور معينة في الشخص ممكن يغيرها، انا ممكن اغير اسلوبي، ممكن اغير طريقة لبسي، ممكن اغير اسلوب كلامي مثلا، ممكن اغير شغلي، لكن ممكن حتى اغير جوزي، بس مثلا ما اقدرش اغير بابايا ومامتي، ما اقدرش اغير شكلي اللي ربنا خلقني بيه الا بقى لو عملت عمليات تجميل وحاجات زي كده.
يعني في امور في حياتي فعلا فعلا ما اقدرش اغيرها. لما اجي اهاجم هذا الشخص من هذه الناحية، طيب انا مش قادر اغير الحاجات دي، والحاجات دي بقت جزء من منظومة حياتي. لكن مثلا لما احاول اشجعه انه يشتغل اكتر، لما احاول اشجعه انه يذاكر اكتر، في فرق. وفي فرق كمان ان انا اقول له انت ممكن تتغلب على الكسل، لكن ان انا اجي واقول له اصل انت كسلان، اصل انت من يوم ما اتخلقت من يوم ما وعيت وانت كسلان، اصل انت كذا وكذا وكذا. ودي يمكن حاجات انا نفسي حتى بقع فيها احيانا مع اولادي، احيانا مع فريق العمل، ان انا اعمم امر ما فيصبح جزء كبير جدا من حياته ويفتكر ان هو مش قادر يغير هذا الشيء. ولما نهاجم شيء هو مش قادر يغيره، طبعا هيتضايق وهنبوش الباتنز اللي بتخلي بعض المشاعر السلبية تطلع في قلوب الآخرين، وبالتالي مش هيثقوا فينا. وده برضو بيدخلنا في النقطة التانية، اني اعيرهم مثلا بأخطاء سابقة، أو إني أعايرهم بأمور معينة فيهم أو في حياتهم ما يقدروش يغيروها. طبعا في مواقف معينة لازم يعني لو كنا بنتحاسب، ولو كنا بنتكلم، ولو كنا في جلسة تأديبية مع الأشخاص دول، هنا بيبقى السياق مقبول إن احنا نفتح هذه المواضيع. لكن لما نعاير الشخص بعيب فيه أو بمشكلة مش يقدر ما يقدرش يغيرها، أو بخطأ، الأوحش كمان إنه يكون مشكلة وصلحها. تبص تلاقي مثلا شخص من الأشخاص كانوا مثلا فاشلين ونجحوا في أمور معينة، أو مثلا تلميذ في المدرسة ما كانش شاطر في السنين الأولانية لكن بقى شاطر. لما نعيرهم بأخطاء سابقة هم كمان صلحوها واعتذروا عنها، ساعتها بنقود الثقة بيننا وبين هؤلاء الأشخاص. النقطة الرابعة بقى تخص بالتوقعات. الناس اللي عندها ذكاء عاطفي عالي بتقدر تتكلم على التوقعات من ناحيتين، التوقعات اللي هم بيتوقعوها من الأشخاص الآخرين، أنا عايز منك كذا كذا كذا، وبيطلبوا اللي هم عايزينه. ومش بس كده، إن بيقولوا مثلا أنا متوقع إن أنت تتصرف بالطريقة دي، ف بيتكلم على توقعاته تجاه الآخرين، وبرضه بيتكلم على توقعات الآخرين منه علشان ما يسيبش الآخرين يعلوا سقف توقعاتهم فما يقدرش يحقق لهم هذه التوقعات. ودي يمكن في البيزنس احنا بنعملها، وحتى في الشغل، ان لما تيجي مثلا تتكلم مع شخص تحدد انا هعمل 1 2 3 وهعمله في فترة زمنية كذا، كده انت بتحط التوقعات بقى، ان انت بتقول ايه اللي انت تقدر تعمله، وبالتالي بتشرح ايه اللي الشخص الاخر يقدر يتوقعه منك، وبنفس الشكل بتقول ايه اللي انت متوقعه من الشخص الاخر، وبالتالي بتحط هدف للعلاقة، انا متوقع منك انك تعمل كذا وكذا وكذا. ودي مش بس في الشغل، ولكن برضو في الحياة الخاصة والحياة الشخصية. واحنا بنتكلم مع أزواجنا نقول ايه اللي احنا نقدر نقدمه، بحيث ان احنا ما نعليش سقف توقعاتهم مننا قوي، وكمان نقول لهم ايه اللي احنا متوقعينه منهم. بكده يبقى هو قادر، يعني مثلا الزوج مثلا قادر يفكر او يعرف ايه اللي بيسعد زوجتي. انا مش قاعد عمال اضرب اخماس في اسداس، مش ما هو انت لو مهتم كنت عرفت. طبعا ده ميم ونكتة بتتقال كتير قوي على الفيسبوك، انا بكره جدا الاسلوب ده. لو في حاجة معينة عايزة جوزك يعملها قوليها، وتكون صريحة وتكون واضحة وتكون في
من ضمن التوقعات المتبادلة بينكم انتوا الاثنين. في نفس الحكاية برضو مع اولادنا، نفس الحكاية مع اخواتنا، نفس الحكاية لو انا مثلا بتكلم مع بابايا ومامتي. نعمل هذه جلسة التواصل حوالين التوقعات، ما هو متوقع مني وما اتوقعه من الطرف الاخر. النقطة الخامسة دي برضو نقطة متعلقة بالتوقعات، اني لو وعدت بحاجة اوفي بوعدي. مفيش حاجة بتهز ثقة الآخرين فينا أكتر من إن أنا أوعدهم بأمر ما وأخلف هذا الوعد. الأسوأ والأسوأ إن لو تكرر ده أكتر من مرة، إني أوعدهم بأمر ما وأخلف وأرجع أوعدهم تاني بأمر ما وأخلف وهكذا. فعشان كده يقولك إيه، under promise over deliver، دي كلمة حتى في خدمة العملاء. ان انت لما توعد ما تعملش البحر طحينة، ما توعدش بحاجة كبيرة قوي قوي قوي. وعلشان لما تيجي تقدم بقى فعلا وتنفذ فعلا وتوفي بالوعد دو، تزود شوية كمان. يبقى لما تيجي توعد اوعد اقل، ولما تيجي تعطي اعطي اكتر او اعطي اكتر. فده يبني بقى الثقة. النقطة السادسة بقى، ناس كتير قوي 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 بيجدوا مضض وحرج شديد فيها، هي الاعتراف بأخطائنا. محدش يقول أنا ما بغلطش، كلنا بنغلط، وغلطاتنا بتتفاوت ما بين غلطات كبيرة وغلطات صغيرة. فلازم نوجد عند أنفسنا الشجاعة إن احنا نعترف بأخطائنا، ونقولها بطريقة إن الاعتذار يكون لطيف ويكون يحافظ على ماء الوجه زي ما بيقولوا. انا اسف، انا قدرت المسألة دي غلط. الناس اللي هي بتجد حرج في انها تعتذر وتقول انا غلطت وخلاص، الانسب ان انا اقول ايه منشأ الخطأ ده، انا حسبت الحسبة دي غلط، انا ما حطيتش العامل ده في الاعتبار، انا قدرت الوقت اللي انا محتاجه عشان اعمل هذا العمل غلط، انا اتسرعت في هذا الامر، انا كذا. فده بيخلي الاعتذار اعتذار موضوعي، وبيبين للطرف الآخر كمان اني عرفت منشأ هذا الخطأ وفكرت فيه، واكيد في المستقبل هتلافاه. وده من اكتر الحاجات اللي بتبني الثقة بيني وبين الآخرين. النقطة السابعة، هتلاقوا كل النقاط يعني داخلة في بعضها وبتغذي بعضها، ولكن دي برضو يعني رجع للنقاط اللي قبل كده، هي ان يكون عندي القابلية اني اتغير. علشان احسن علاقتي بالاخرين لازم اغير شيء من اسلوبي مع الاخرين، لازم اغير طريقة الكوميونيكيشن او التواصل بيني وبين الاخرين، اعمل سيناريو للكلام اللي انا هقوله، اغير اسلوبي في تناول امور معينه. فلازم يكون عندي القابليه للتغيير، اني اغير نفسي. وفي كلمه جميله جدا جدا يقول لك من لا يتغير يتغير. نكون عندنا قابليه للتغيير، وده يدخلنا في عقليه النمو والعقليه الجامده. في ناس كتير جدا عندها عقلية ثابتة، عقلية جامدة، هو انا كده، انا اتخلقت كده، مش هقدر اتغير. لكن الناس بقى اللي عندها عقلية النمو بيكون عندها قدرة كبيرة جدا جدا انها تعلي وتحسن من مهاراتها وذكائها الاجتماعي وذكائها العاطفي. فلازم لازم ناخد قرار ان انا هحاول اتغير. النقطة التامنة هي اني انصت اليهم وهم بيتكلموا. على فكرة الاخرين بيبقوا عارفين لما ما بنسمعهمش، لما بنبقى بنسمع علشان نرد، مش ان احنا بنسمع علشان نفهم. فبيبقوا عارفين وبيبقوا حاسين. حتى الاطفال الصغيرة بتقدر تحس لما باباها او مامتها ما بيكونوش بيسمعوا باهتمام. فنفهم ان احنا بنبني جسور الثقة بيننا وبين الاخرين لما بنستمع ليهم باهتمام. واسمع عشان افهم،
واعرف الشخص ده بيفكر ازاي، واني افكر في الكلام اللي هو بيقوله وما وراءه ومغزاه، وانصت مش بس استمع. النقطة التاسعة هو اني احط نفسي مكانهم. احيانا بنبقى مش فاهمين ليه اللي قدامنا بيفكر بالطريقة دي، او ليه اللي قدامنا بيطالبنا بهذا المطلب، او ليه اللي قدامنا بيتعامل معانا بهذا الشكل. فتمرين من التمارين الحلوة جدا اللي انا بعمله تقريبا في كل علاقاتي مع الاخرين، حتى بما فيهم اولادي، حتى بما فيهم جوزي، كل الناس اللي بتعامل معاهم، اني بحط نفسي مكانهم وافكر يا ترى هو ليه بيتصرف كده، يا ترى هو ليه بيعمل كده، يا ترى ايه المهارة اللي مفتقدها هذا الشخص عشان كده بيتصرف معايا بالشكل ده، او ايه الاحساس اللي بيحسه علشان كده بيتصرف معايا كده او بيتصرف بالشكل ده. لما احط نفسي مكان الاخرين واعرف هما بيفكروا ازاي، اقدر اقول الكلام الصح اللي هم محتاجين يقولوا يسمعوه، اقدر اتصرف بالشكل الصح اللي يتوافق مع الموقف والتوقعات المتبادلة، والناس تبقى مرتاحة وهي بتتعامل معايا، لاني فاهمة هم يعني بيفكروا ازاي. سؤال من الأسئلة اللي كنا دايما في مجال البيزنس وفي مجال التخطيط بالذات، ان احنا نسأل what's in it for me، احط نفسي مكان الشخص الاخر، اذا كان عميل او اذا كان مستفيد او اذا كان صاحب من اصحاب المصلحة، واعتبر ان هو بيسأل نفسه what's in it for me، يعني انا هستفيد ايه من الموضوع ده. وده هيلاقي يعني لو فكرت بالطريقة دي هتلاقي ان مهاراتك في التفاوض عليت جدا جدا جدا، وان انت قادر تفهم الشخص ده عايز ايه وهيجني ايه ويستفيد ايه من التعاون مثلا معاك، او فاهم هو ليه بيفكر كده وانت بتقوله، فبيبقى عارف ان هو بيتعامل مع شخص فاهم هو بيعمل ايه. النقطة العاشرة برضو مرتبطة بالنقطة اللي قبلها، هي ان احنا نظهر التعاطف. ما هو لما افهم الشخص اللي قدامي بيفكر ازاي وبيفكر بالطريقة دي ليه، اقدر اظهر التعاطف، اقدر اقول انا حاسس بيك وفعلا اكون حاسس بيه، اقدر اقول انا فاهم انت بتعمل كده ليه، انا فاهم، انا عارف انت ليه بتعمل كده. والناس بتحب قوي اللي بيتعاطفوا معاهم. والتعاطف هنا مش ان انا اقول معلش فعلا كلنا كده، كل الرجالة كده، لا، انا فاهم انت بتفكر كده ليه عشان كذا كذا كذا، يا ترى انا صح، انا عارف ان انت عاوز الامر ده علشان كذا كذا كذا. فحتى كمان، وده يدخلنا بقى في النقطة الاخيرة، هي اني لما ادي فيدباك، لما اتكلم، لما اعلق على امر ما، هعرف اقول الكلام الصح. كل النقاط دي هتساعدنا في ان احنا نبني الثقة بيننا وبين الاخرين، والثقة تبقى متبادلة، وده نوع من انواع تنمية مهارات الذكاء الاجتماعي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وتشير الفيديو ده مع الناس اللي ممكن تستفيد منه. الفترة اللي جاية انا هتكلم على العديد من المهارات اللي بسميها مهارات ادارة الحياة، اللي احنا كلنا محتاجينها كبار وصغيرين. ياريت تروحوا تشوفوا ورش العمل السابقة، انا هحط لكم لينك للبلاي ليست اللي فيها كل ورش العمل السابقة. في المستقبل هيكون عندنا برامج تانية عن مهارات تانية وحاجات جميلة جدا جدا، وزي ما بقول دايما احنا بنتعلم من بعض وبنتعلم مع بعض. اشوفكم الفيديو الجاي.